وبمناسبه الجماهير، انا ليا تعليق يخص كل جماهير نادي الاهلي اللي عملوا يعني دورهم وزياده، والحقيقه دي ليهم بفضل كبير جدا في اللي احنا وصلنا له، اللي وصلت له فرقه النادي الاهلي النهارده وهي قدامها 360 دقيقه، لانه السنه دي مباراه الفاينل، فاينل دوري الابطال، هتبقى برده ذهاب وعوده، مش هتبقى مباراه فاصله زي ما اتعودنا في الثلاث النسخ الاخيره، وبالتالي انت قدامك 360 دقيقه باذن الله على تحقيق النجمه ال11، اللقب ال11 في تاريخ النادي الاهلي في دوري الابطال. وبيتهيالي ان واحد من اهم عوامل نجاح الاهلي في تحقيق اللقب ده هتكون جماهيره، سواء في مواجهه الترجي او في مواجهه باذن الله بعد ما نتخطى الترجي يعني، او في مواجهه الفايز من سان داونز والوداد. ما اعتقدش ان في حد، خلينا نتفق كده والله، بعيدا عن المواقف وبعيدا عن المسميات والاسماء والاشخاص، انا بتكلم من واقع حبي لجماهير نادي الاهلي، وانا عارف ان يمكن في تفاصيل كتيره جدا مرتبطه بالحضور الجماهيري في مباراه الرجاء هنا في القاهره، انا مش ماليش دخل بيها، مش هتكلم فيها، انا اللي يهمني واللي بتكلم فيه جماهير نادي الاهلي كلمه من القلب اتمنى توصل للقلب. مفيش حد بيحب النادي الاهلي ولا بيغير على مصلحه النادي الاهلي ولا بيتمنى الخير للنادي الاهلي يفكر ان هو يكون واحد من الاسباب حرمان الاهلي من جمهوره باي شكل من الاشكال. قولا واحدا بعيدا عن اي ملابسات، المشهد اللي احنا شفناه في مباراه الهلال السوداني هنا في القاهره واللي اتكرر بعدها في مباراه الرجاء البيضاوي في القاهره بيقول انه جماهير النادي الاهلي في ظهره قوه ضربه. قوه ضربه، مش من مصلحه الاهلي ولا محبينه ولا عشاقه ولا جماهيره انه الاهلي يتحرم من جماهيره اللي نتمنى زي ما شفنا الاستاد مليان، مدرجاته مليانه بالكامل في مباراه دوري الابطال، نتمنى كمان نشوف الجماهير دي في الماتشات المحليه، في ماتشات الدوري وماتشات الكاس اللي بتتلعب هنا في مصر. الجيل ده اتحرم من قوه الاهلي الضربه، الجيل ده لعب معظم ماتشاته وبطولاته الاخيره في السنوات الاخيره بدون حضور جماهيري. فالاهلي هو اكثر المتضررين من غياب الجمهور عن المدرجات. وتخش وراه الانديه الشعبيه، لكن يبقى الاهلي هو اكبر المتضررين من ده، فمش من مصلحه اي حد، وده لازم يكون وبكلم بالذات الناس اللي دايما بتكون حاضره في المباريات في المدرجات، الناس اللي بتروح المدرجات اللي بتمثل ملايين الاهلاويه اللي بيتابعوهم في كل الشاشات. انتوا المسؤولين عن ده، انتوا المسؤولين عن تامين ده، وانتوا المسؤولين عن نجاح ده. واي حد ماشي عكس الاتجاه تاكد تماما انه بيشتغل ضد مصلحتك وضد مصلحه الكيان، ما فيهاش نقاش.